إدراج الهوية الوطنية دسترة البلديات وعملها في إطارها القانوني مع تكريس وتعزيز المجتمع المدني في صنع القرار من ضمن ما جاء به تعديل الدستور الحالي. وعليه فقد تم تنظيم ندوة خاصة من طرف المجلس الشعبي الولائي لولاية ورقلع ضمت الجمعية الفاعلة مع المجتمع المدني لمناقشة المشروع التمهيدي لدستور 2020. هذه المادة قيدها المشروع بمسألة التنمية، أي تمييز البلديات عن بعض البلديات الأخرى وفق متطلبات التنمية. كما قلتها سابقا، مثلا البلدية التي تتمتع بالطابع فلاحي لا يجب أن تعامل بنفس القوانين والتنظيمات ذات الطابع مثلا الصناعي أو ذات الطابع مثلا الرعوي. المجتمع المدني، دور المجتمع المدني في المرحلة القادمة له دور كبير. يعني هذا الدستور دستر المجتمع المدني، أعطى له مساحة واسعة في الحياة العامة. البعض يتحفظ على إدراج المجتمع المدني في الحياة السياسية. نعم، هناك حدود بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، بين الجمعيات والأحزاب السياسية هناك حدود، لكن المجتمع المدني له الحق وله السلطة وله الصلاحية في المساهمة في الحياة، في المشاركة في الحياة العامة، في المساهمة في صناعة القرار السياسي. إن إعطاء التوضيح الشامل للمواد المعدلة في الدستور سيكون فاتح من نوفمبر هو الموعد الرئيسي للاستفتاء عليها.